السلام عليكم. دلوقتي هنشوف الاعدادات اللي موجوده في لينكسكيب. دلوقتي المعاك هنا في سيتنج، هتبدا تظهر عندي بالشكل دوت. فانا بختار الريندر ستايل مثلا بالشكل دوت، اللون الابيض او البوليسترول او لايت فيو، وتقدر تتحكم طبعا الحاجه دي اللي جايه فيها اناره. لو اناره مباشره بتبقى اكتر، بتبقى باللون الاحمر وهكذا. تقدر تختار الاوتلاين اللي انت عايزه، بعد كده ال depth of field بالشكل دوت، تأثير من تأثيرات العدسة، التفتيح الحاجة كده هتلاقيها أفتح، كده هتلاقيها أغمق. هنا ال field of view بتقرب العدسة تحتك أو تبعدها. هنا ال blur بيخلي الحاجة فيها عدم وضوح. الجودة بتاعت الصورة عايزها عالية جدا أو هاي أو ميديم أو درافت زي ما أنت عايز. أنا بقول له رجع الحاجة للحاجة بتاعتها. الصورة ممكن تقول له ظبط أنت الهايلايت والشادو زي ما أنت عايز، أو تبدأ أنت تقلل الشادو أو تزود الشادو زي ما أنت عايز. تبدأ تعدل بقى تفتيح الألوان، الكرر، اللينس. هنا بقى بتبدأ تشوف تختار اللون اللي انت عايزه وتقدر تتحكم فيه. فورست عايزين مثلا تاون كان الخلفية هيت. طيب ممكن تقول له مثلا عايز حاجة كلير، عايزها مثلا اربان المنطقة اللي حواليك. فبتبدأ تشوفها الكلاود، عايز كلاود كتير ولا لأ. طيب الانبوت بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ تخلي فيه سموث الصورة، السرعة بتاعة الماوس، الحركة، سرعة الحركة، ممكن تعكس الاكس او الواي او الزد. دي كلها تأثيرات بتسهل علينا الشغل في الانسكيب. الماتيريال سيلكشن هيبقى اللي هو الجرافيكس ولا الابيرنس. الصورة اللي انت تاخدها الريزوليوشن بتاعتها تبقى عاملة ازاي؟ تبدأ تختار الريزوليوشن اللي انت عايزها، ولو فيديو يبقى كام فريم في الثانية، وهتطلع بي ان جي ولا جي بي جي ولا اي اكس ار مفتوح المصدر او تي جي اي. ودي عادة خاصة بالكستمايز، المكان اللودنج سكرين هيبقى فين، الايكون هيبقى فين وهكذا.